عشان أطلع ولادي زي نموذج جميل كده، يفتح النفس ويشرح القلب زي ما بنقول، ويبقى عارف ومقدر يعني إيه اسم الرسول، وأنا بقول عليه حبيبي يا رسول الله. أبدأ معاه إزاي؟ صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية فعلا الغرس اللي احنا بنغرسه دلوقتي هو اللي احنا بنشوف نتيجته بعد كده. التصوير اللي تسنيم صورته في الأول مع ناس كبار ومش عارفين اسم الرسول ولا عارفين زوجاته ولا أبنائه، حاجة فعلا تخلي الواحد يحزن. يعني ازاي جيلنا اللي هم اخواتنا وابهاتنا واولادنا يبقى يعدي من جنبهم اسم الرسول كده؟ مين اصلا ده او بيعمل ايه او كده؟ احنا للاسف يعني حيدنا الموضوع دوت بعيد خالص عن حياة الاطفال، وبدأنا ندخل بس في حكاية الكرتون والافلام ومش عارفة ايه، وتفرج وشغل نفسك باي حاجة، وبدأنا نعظم قدامهم صورة سبايدر مان مثلا ولا باتمان ولا اي شخصية كرتونية من الشخصيات دي، بحيث ان الطفل اعجب بيها جدا وحبها جدا وبقى يقلدها جدا، في حين ان احنا كمسلمين مطالبين اصلا ان احنا نعمل الحاجات دي كلها بس لديننا، نشرح لاولادنا ازاي نوصل لهم، نوصل بيهم لمرحله ان هو يبقى حاسس ان الرسول ده اعظم حد في الكون اتخلق، اعظم حد ربنا خلقه، ومفروض ان انا اعمل زيه. طيب احنا ازاي وصلنا للمرحله دي؟ يعني زي ما قلت حضرتك دلوقتي ان الطفل لما بيجي بيقول حبيبي يا رسول الله. مين اللي وصله كلمه حبيبي دي؟ إلا إذا كانت معلمة هادفة فاهمة كويس إيه الغرض اللي هي المرحلة اللي هي بتدرسها دي مرحلة غرس القيم لحد 6 سنوات، هي قيمة حب الله وقيمة حب الرسول أهم حاجة تغرس في الطفل في العمر ده. هو أساس القدوة إيه أصلا؟ يعني أساس القدوة إن أنا أعجب بحد، يعني مثلا بيتفرجوا هم على الكرتون يعجبهم جدا الشخصية دي، بعد ما يعجبهم ايه اللي بيحصل؟ بيحبوه جدا، فبعد ما يحبوا ايه اللي يحصل؟ يقلدوه بقى. بس فاحنا المشكله ان احنا عايزين نوصل للمرحله الاخيره، الرسول قدوتنا لازم نعمل زي ما الرسول قال. طب مين الرسول اصلا؟ طب مش لازم انا اعرف هو اسمه ايه وبيعمل ايه وايه الصفات الحلوه اللي تخليني احبه اعجب بيه فاحبه فاقتدي بيه؟ هي دي النقطه اللي احنا مفتقدينها للاسف في مجتمعنا، وفي اهم مرحله اللي هي المرحله بتاعه الطفوله المبكره من 2 لـ6 سنوات. اول ما الطفل يبدا يعي لازم يعرف اول حد مين هو رسول الله، لكن مش اول حاجه يعرفها تعالى اتفرج على طيور الجنه، على اغاني اطفال او كرتون اطفال او اي شخصيه كرتونيه. هي دي للاسف اللي احنا بنصدرها ومركزين عليها مع اولادنا. لكن تيجي مثلا على 4 أو 5 سنوات كده تبداي تحفظي مثلا الايات، اذا جاء نصر الله والفتح مثلا، تحكي له القصه يقول لك مين محمد اللي فتح مكه ده لو انت بقى يعني ايه شاطره ومركزه وهتشرحي بقى التفسير بتاع الفكره كمان.